بسم الله الرحمن الرحيم ولا ولم فائدو دين فقه درر فقهية فقه زيارة المقبرتي من فقه زيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم ياي وسيتي قال الأمة ستشي واسرين زيارة المقبرتي سبودا أتكين زيارة أكوي تون لاهرة أكوي كما قجي ودنيا أكوي كما دوكن إذنا قا مي إذنا كما زيارة القبري نوئي أكني زيارة تشريعة زيارة تبديعة زيارة تشركة أما إذا زيارة تشريعة إذا تشي زيارة مقبرتي دومين ين الدعاء غممتا دنيوان الله يموس رحمة دكما تون لاهرة غرائيو زيارة تبديعة إذا تشي أنفك واتو قبر برادين دومين أي بوتا وعلا أما أورينسو تهان ينكراتون القرآن كو صلى كو كميانكا كو وننهكا wannan bid'a ne kuma hanya ce daga cikin hanyoyin shirka nau'i na uku ziyara ta shirka ita ce a ziyarci kaburbura domin a roki ma'abuta kaburbura din a nemi agajin su ko a yanka a gare su ko a yi musu bakance ko wani haka daga cikin nau'ukan ibadan da ba sa halatta sai ga Allah subhanahu wataala wannan shirka ne ga Allah mabuwayi da daukaka mustahabbi ne ga wanda ya ziyarci kabari yayi sallama ga mutanen da suke makabarta gaba daya yayi addu'a ga waɗanda ya ziyarta na musulman da suke kwance saboda hadisin Buraida Allah ta'ala ya kare yarda a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana ilmantar da su idan suka fita zuwa ga makabartai sai ɗayan su ya rika cewa assalamu alaikum ahli diyari min almu'minina walmuslimin wa inna insha Allahu lalahiqun السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون معنا ونن أسأل الله لنا ولكم العافية معنا ونن إتتي أمينتن ألا يتبت أغريكو ما أبوتا ونن جدا مؤمنكو دا مسلمنكو كما للايمو ما صيرس كنكني دا إذن الله ناروكم ألا يبام لا فيا مودكو Allah ta'ala shine mafi sani.